الفول الأخضر وجماله لما بيطبخ أحلى من أي طبيخ في الدنيا. لازم تجربوه الطريقة دي بتاعت أمي وجدتي، كان طعمه لذيذ جدا زمان لما كنا بنقعد ناكله كده بالعيش أو مع شوية سلطة، يجنن. جربوا طريقتي ومش هتندموا. معلقتين زيت، حط شوية الفول اللي أنا مفصصاهم، ملح وكمون وفلفل أسمر وشوية بابريكا وفصين ثوم مهروسين، وقلب الخليط ده كله مع بعضيه على النار لحد ما يتشوح. حطيت حتة شطة صغيرة قوي، شطة خضراء، وشوية بقدونس متقطعين، ونقلب بقى الجمال ده كله مع بعضيه لحد ما يتشوح حاجة بسيطة. انزل بالطماطم، وعندي شوية صلصة، معلقة صلصة صغيرة كده حطها على شوية مية، واديهم تقليبة بسيطة، واغطي عليهم لحد ما الطماطم تتسبك مع الفول والنكهات كلها كده ايه تبقى مع بعضها. بعد كده بحط المية واسيبه ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير لحد ما يستوي. هتشوفوا احلى فول في الدنيا بجد، اكلة لذيذة جدا جدا وهتعجبكم قوي، لازم تجربوها وهتدعولي. ممكن تحطوه باللحمة، ممكن من غير لحمة، ممكن يبقى سادة زي ما هو كده، اكلة ارتيحي لذيذة قوي قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت وشير، والف هنا عليكم.